السلام عليكم خواتاتي، اليوم نديرو طاجين تاع الغرب، الغرب الجزائري، طاجين الزيتون معروف بالغرب الجزائري. نبدأ على بركة الله. واش فيه؟ فيه دجاج على حسب العائلة انت، واش عندك ديري. فيه الزيتون، الزيتون غليناه هنا، درناه في الماء والملح، في الماء والملح يغلي، ما نحيولو هذيك شوية الملوحية، حطيه يغلي. وعندنا كمية من البصل وكمية معتبرة من الثوم، خاطر طاجين الزيتون كثرتها يحب الثوم. حنا نزيدولو شوية بصل وحبة طماطم، طماطم طايبة نغبيوها، وطماطم معلبة مغيطة، وشوية بابريكا وراس الحانوت والملح. نبداو على بركة الله. حطينا الدجاجة تاعنا. نقول لكم حاجة، كنت شوفوا انا كنت نخدم بهذه، تكسرت لي مقبل هذه تاع اللوح، كنت نخدم بهذه، هذه خلو بلي ماهي صحية، اما عاودت شريت وحدة كيما هذه، اما تفاداو هذو المغارف اللي ناكلو بهم، لازم تشريو هكذا تاع اللوح. نديرو كمية تاع البصل وكمية معتبرة تاع الثوم، قلنا طاجين زيتون يحب الثوم، هو طبق جزائري معروف، كثرتها في الغرب الجزائري معروف. نزيدو له طماطم، حبة طماطم، نص مغرفة طماطم معلبة، وشوية من العكرين اللي يعيطوا له بابريكا، وراس الحانوت اللي معروف في الغرب تاع الجزائر، وزردية اللي هي الجزر، قطعناها هكذا دوائر، زدنا له قليل من الملح، غير شويه خواتاتي، خاطرش ديجا الزيتون راهو مالح، ما نكثروش، ديجا الملح هو مضر للصحه. ونقعدو نقليو هكذا، نقعدو نقليو في الدجاج تاعنا مع الثوم والبصل، نخليوه يتقلى، نرميو عليه الماء الساخن، نغطيو كمية الدجاج لكم جوج خطرات في الخل، نصفيوه للوصفة تاعنا. ونغطيوه ونخليوه يطيب حتى يتجمر، ومن بعد نوريه لكم صحن التقديم. ملي تحب تزيد الحار، اللي يحب الحار سبحان الله، كاين اللي يحبوا الحار زيدوا شويه الحار، ونخليوه حتى نشوفوه في صحن التقديم. ها شوفوا يا خواتاتي، ها شوفوا طابنا طاجين الزيتون تاع الغرب الجزائري، قلت لكم عليه يجي بنين يشهي، مرقته شوفوا مليحه. ونعطيكم استيس، اذا جاتكم من المرقه خفيفه هي الحقيقه بحق تجيكم هكا مليحه، او كار تجيكم شويه خفيفه واش ديروا؟ تاخذوا مغرفه تاع فرينه بقليل من الماء، شويه برك شويه، الكاس هاك طابلو غير شويه هكذا، كاس غير شويه برك هاك غير شويه، وتخلطوا هذيك الفرينه مع معلقه تاع الماء، تخلطهم شويه برك وترميها لفوق برك فوق المرقه قبل ما تطفي عليها شويه برك، هاي شويه تحكم لكم، اذا ما جاتكم شي عقده. وش هي طيبه، ودعموني وفعلوا الجرس، وبصحتكم وبصحتي، وتصبحوا بخير.